شوفوا يا اساطير حبايبي، شوفوا يا اساطير هالحساب القديم اللي صار لي زمان مالي داخله اللي هاجروا حبايبي، شايفين عن جد يعني هالحساب حبايبي ما بعرف عن جد ما بعرف شو بداخلكم. واو هذا الحساب حبايبي يعني كتير كتير اول حساب لي بلعبة فري فاير، ولكن كنت لما كنت بالسيرفر الاوروبي شباب من زمان كتير. بس شباب هذا المقطع يا اساطير بدنا نحول هالحساب من نوب الى اسطوري، ليتس جو. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين فوق شباب، فوق شحنت تقريبا 14000 جوهره حبايبي، 14000 جوهره شحنت حبايبي بهالحساب الاسطوري. بس حبايبي بس، ولكن هذا انا بالسيرفر اوروبي. اوكي لا تنسون، بس قبل ما نبلش هذا المقطع حبايبي لا تنسوا تصلحوا حبيبي محمد، حطوا زر اللايك والشير، فعلوا زر الجرس، وخلينا ندخل نبلش حبايبي نشوف الاحداث، نشوف شو نشيب هالحساب، شو موجود، شو في ما في، خلينا ندخل نشوف تكت شباب ونشوف. هون يا شباب شايفين الحساب مثل ما انتم شايفين على اليسار، صار لي زمان مشحون يعني من فاير باس الثامن اعتقد. اوكي من بعد طبعا هون خلينا ندخل شوف شيء جديد يعني شباب. بالنسبه للسكنات ما في شيء ابدا 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 شباب، مثل ما انتم شايفين يعني صفر 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 صفر، ما في شيء ابدا، عن جد ما في شيء ابدا. طبعا شباب واحنا يعني الصراحه هالفكره اللي خلتني جت على بالي شباب انه شفت اشياء بالسيرفر الاوروبي عن جد اسطوريه شباب. خلينا ندخل على المتجر ونعمل لفه. اوكي شباب اول شيء شايفين هون عندهم الحدث هذا، الحدث هذا الحدث اول شيء راح نشوف ندخل على الاحداث نفرجيكم شباب، راح ندخل شوي شوي ونشوف شو راح نعمل وشو راح نسوي شباب. اوكي خلينا ندخل لهون اول حدث نشوف شو موجود فيه حبايبي. نحاول نحصل على السكنات. شو هي شانس؟ هي الحدث شباب بدل مايستوري كارت ولا ما اعرف شو. anyway خلينا نضرب الحرق ابو هذا، نضرب هذا نشوف حظنا. يلا ابلع شو راح يطلع لنا. شو بوكس؟ شو هذا؟ خلي بوكس شباب. ويل شو هذا؟ اوبا اوه طلعت على سكين الجوكر، لوز اللوز. بنحاول نحصل على هذا السكين. شو ها بس هون شيء 50 ناقص 50 ما اعرف شو. خلينا نضرب 210 لانه حاسس كثير. اوبا حصلت على هذا السكين لوز اللوز. خلينا نشوف كمان، والله في سكينات اسطوريه. كمان نضرب 210 بلت حدث زفت. كمان 210 نضرب لنشوف. ام 4 قولي يا شباب رح نحدي لهذا الشباب. في حدث هني رح اول شيء رح اخذ هالسكين، هدول حلوات، سكين شاب وسكين بنت اسطوريين. اوكي هيك تكون. خلينا الشيء اللي خلاني ادخل حبايبي اللي شفت هذا الحدث نزل من شوي شباب بالسيرفر الاوروبي، قلت لحالي لا 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 لازم تشوفوه حبايبي عن جد يعني حدث اسطوري. اوه جاني التخفيض 90 شباب. نجيكم من الاخر عرفتي والله يلت نخلات عرفتي شنو يلت نخلات. واو كول. اوكي شباب بالنسبه للاشياء الموجوده اوه لا 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 شايفين شباب هون رح ناخذ كل شيء، رح نحاول ناخذ كل شيء. بس فقط 35 بس ده. اوكي اسمعوا شو نزل هذا السكين بالسيرفر الاوروبي شباب، ويعني سكين اسطوري هذا على فكره. خلينا ندخل ناخذ هذا كمان، ناخذ رح ناخذ كل شيء شباب، رح ناخذ كل شيء، كل شيء موجود رح ناخذه. ناخذ بطاقات حاضنه ونشوف. خلينا نشوف اوه ناخذ ها، ناخذ صناديق اي كي، ناخذ وقف شوي ناخذ شو نقدر ناخذ كمان حبايبي، ناخذ هاي كمان، هاي كمان لوز. خلينا نشتريهم لوز. اوكي اوه سكنات اسطوريه شباب. الرقصه هاي واو. وين شوفي هاي، شو هاي؟ هاي فالكو فاذا ما تبعت ال شو اسمه. ناخذ هالسكنات هذول يا شباب، نحرق ابو هذا المتجر شباب. متجر هذا عن جد شيء اسطوري، سكنات اسطوريه شباب فيه هذا المتجر عن جد، رقصات اسطوريه، حذاء اسطوري. لا 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 اوه لا 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 شباب، لا 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 شباب يعني صراحة أنا ما بعرف شو داخلكم صراحة. شايفين حبايبي شايفين يعني واو 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 شباب، يعني شغلات أسطورية كثير كثير شباب. واو خلينا ناخذ هذا اللي تبعت النمر المقنع. واو 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 لا 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 شباب هذا الحدث عن جد أسطوري كثير شباب. راح نشوف هل يا ترى راح ينزل بسيرفر مينا أم لا، ادعوا لنا إن شاء الله ينزل بسيرفر مينا، لأنه الشباب شيء أسطوري شباب، شيء أسطوري. شايفين الأشياء الموجودة. اوه بطاقة تطوير الشخصية راح نشوفها بعد شوي، والله مفكر
راح نحاول نجيب هذا الحساب، نجيب له كريستيانو وراح نطوله ليفل ماكس كمان. سوري اخوان، راح نجيب كريستيانو ونطوله ليفل ماكس شباب. اوكي ذكرونا، خلينا نذكر ناخذ هاي وخلينا ناخذ هذول نشوف شو في اشياء جديده. لوز لوز لوز، اعتقد اخذنا كل شيء، الاشياء السكنات المهمه. خلينا نعمل ريفرش نشوف شو في اشياء، شوف بس شيء بطاقات. قول لي هاي 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 لوز، هاي لوز، هاي لوز، خلينا نشتري هذول. ولا لكم هذول يعني واو 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 واو، ناخذ كل شيء باكجات شباب، يمكن يطلع لنا شيء شيء شيء. ناخذ هذول، ناخذ اشياء اسطوريه. واو ناخذ هذول الرقصات، الرقصات شباب، فيه رقصات يعني. هذا الحدث انا الصراحه ما بعرف حبيبي، ما بعرف شو بدي اقول لكم يعني. مثل ما انتم شايفين ناخذ هاي، شونا كمان ناخذ حبايبي، خلينا ناخذ هالرقصه هاي والرقصات يعني. واو 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 تمام، اعتقد اخذنا كل شيء هون بهالحدث. خلينا نعمل ريفرش نشوف في الاشياء الجديده. برو ريفرش بعمل، خلينا نعمل ريفرش للجوائز. اعتقد شباب اخذنا تقريبا اهم الاشياء المهمه بهذا المتجر ولا سوني. اعتقد اخذنا اشياء اسطوريه شباب، المهمه كثير كثير مثل ما انتم شايفين. خلينا نطلع من هون شباب. اوكي طبعا عندهم هذا الحدث التوب اب، طبعا هون ناخذ هذول، رح ندخل حدث شباب، ندخل شوي. وشو هذا؟ ول عندهم حدث اللوف ولا ما بعرف شو بعرفني. هذول حدث الوينتر، هذا شو عندهم؟ ها هون عندهم اشياء يعني مهمات ما اعرف شو. هذول حدث الوينتر اعتقد نفس الشيء، بتجمع توكونات. بتجمع توكونات ونفس الشيء بتربح اشياء اسطوريه كمان. هون بتلعب كمان وبتاخذ كمان والله شيء واو عن جد شباب، شيء واو. بالنسبه لهذول هذا الحدث خلصناه شباب، اخذنا اهم السكنات. بالنسبه لهذا كمان اخذنا كمان اهم السكنات الموجوده. عن الفاير باس، لا خلينا نفعل الفاير باس، لازم نفعل الفاير باس، بس لازم نعمل مهماته. وقف شوي الفاير باس، وعندهم الفاير باس ب 800 شباب، اغلى من عنا والله. اوكي اوكي اوكي، خلينا ندخل على الحدث الثاني موجوده. لا في هذا هو شباب، هذا هو الحدث. خلينا ندخل على اللاكي رويال والاشياء الجولد. ثواني، هذا حصلنا هذا السكين ما حصلنا عليه، خلينا نضرب 10 لفات نشوف. اوبا يلا نخلي الجولد على جنب. اوكي عندهم هذا اللانشر نازل جديد، عندهم الـ90 هذا، خلينا نشوف. اوكي شوف شو عندهم 1 2 3 اقنعة جو، عندهم بجات عندهم هون والله كفو. رح نرجع بعد شوي للحاضر نشوف شو فيها، بس بدنا نحاول هذا السكين شباب. هذا السكين عن جد يعني شيء اسطوري صراحة. هذا السكين يعني شباب يشبه السكين الابيض، ما اعرف اذا تذكرتوه هم لا، بس خلينا نضرب عليه شباب نشوف حظنا. ليتس جو، اوه خلينا ندخل نشوف شو في اشياء. واو فيه، واو شباب في هذا فيه سكنات اسطورية كمان والله، شايفين؟ لا تقولوا لي والله فيهم لا فيهم سكين الجاز واشياء. وول وول يا دين النبي الحلاوة دي، ول لا شباب، هذا حدث اسطوري. خلينا شوي قول لي، حصلنا على هذا حتى المرتال الوردي والقناع عن جد شيء لوز. هات نشوف لا شباب الصراحه عن جد، قول لي اسكنات اسطوريه شباب، اسكنات اسطوريه عن جد يعني، ما توقعت ابدا يكون هالاشياء موجوده بالسيرفر. اوه طلع لي شيء هون لوز، يلا شوفوا شو طلع لي. اوبا قول لي هاي شو هاي؟ شخصية طلعت لي الشخصية، قول لي واو طلع لي سكين شباب، وطلع لي حتى هي. يا سلام سوا شوي، مع انه حدث باقي له 11 يعني باقي له شوي بيخلص. خلينا نخلص هدول، نضرب هدول نخلص منهم. الشورت، لا شباب عن جد هذا تحول هذا الحساب من حساب قديم مجهول، من حساب يعني ما اعرف يعني شيء اسطوري. ثواني خلينا نشوف حبايبي الشيء اللي نقدر نجيبهم كمان.
نحاول نجيب البلطال الجاز. تمام، شو رايكم؟ ليتس جو، خلينا نحاول نجيب البلطال الجاز. هبلع قول لي البلطال الجاز طلعنا شباب. وهذا كمان السكيل شيء لوس. خلينا نشوف نزل كمان تحت نشوف شوف نقدر نجيب اشياء مهمه. هي جبناه هذا السكين اشياء يعني. نحاول نضرب كمان 800. ليتس جو ابلع لوز لوز. ما طلعنا كلها نفس الشيء. تكرار تكرار تكرار. اوكي خلينا نضرب كمان 800. ليتس جو. طلعنا هاي ولقيناه وشي تمام حلو. خلينا نروح هلا شباب على شيء ثاني اللي موجوده هون. هذا السكين طبعا الشباب لو كنت داخل من قبل. اوه فيو واي والله الشباب شيء اسطوريه موجوده بهالاشياء. هذا المتجر هون عندنا السكار. والله نجيب السكار شباب شوي. خلينا نجيب السكار وقف شوي. خلينا نجيب السكار دراري حلوين. خلينا نشيل هذا. بدنا نشيل الاشياء المش مهمه. ونشيل هذا هذول ثواني. تك تك ابلع. نحاول نجيب السكار شباب نفس الوقت. ابلع. اوه طلعتي رقصه لوز لوز لوز. شوت جان رصاص. وشو الحظ شو الحظ يا شباب. لوز جبنا كمان السكار شباب. جبنا السكار بهالحساب. خلينا نشوف خلينا نشوف في اشياء شو نقدر نجيبهم شباب عن جد يعني. هون خلينا ندخل على المتجر شباب ونشوف في ما في بهالاشياء. ثواني شو في هون. عنا هون الشنطات والرقصات واشياء اسطوريه. هون عنا رقصات كمان. ندخل على الجديد. اوكي 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 اوكي. فرد والله شباب الصراحه عن جد يعني. اوكي كرونو كريستيانو. خلينا نجيب شخصيه كريستيانو شباب. نسينا شخصيه كريستيانو شباب شيء مهم. بس هون في 30 يعني نقدر نحصل على الشخصيه معقول. ثواني وال ثاني نضرب ثانية شوف نفتحهم. اوه حصلت على شخصية جديدة. وال كفو والله. هون هذا الصندوق شباب نقدر نحصل على الشخصيات كمان. هنجرب بلكي بيطلع لنا شي شخصية لوز. اوه طلعنا شخصيات كفو والله شباب. بيطلع لنا شخصيات اسطورية. وال دراخة حظي بعرف انا حظي بهدول الاشياء ما راح يطلع لي كريستيانو. هنروح نشتريهم مباشرة حبايبي من دون ما خلا ندخل على الاستراد. وال 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 شباب شوفوا شوفوا الكيوب ماجيك. شوفوا الكيوب ماجيك شباب. الكيوب ماجيك عن جد شيء اسطوري. وال 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 شوفوا هون هذول نفس الشيء اللي موجود السيرفر مينا. قول حلو 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 حلو. ناخذ كريستيانو شباب. وينو كريستيانو؟ كريستيانو ناخذ شخصية كريستيانو. وينو؟ وينو كريستيانو شباب؟ وينو كريستيانو؟ وينو كريستيانو؟ ليش مش شايفه؟ وينك يا ول؟ ول تك 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 تك. مش موجود. معقول مش موجود شباب؟ وينو؟ اوكي حبايبي بالظاهر الشباب مثل ما انتم شايفين يعني مو موجود الشخصية كريستيانو لازم بس موجود فقط بالصناديق. بحثت عليها طبعا. هون سكنات شباب مثل ما انتم شايفين بالسيرفر الاوروبي يعني فيه سكنات يعني عن جد. واو 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 واو, واو. شايفين شباب حتى الطقم يعني كل شيء موجود شباب. كل شيء موجود بالمتجر عندهم. واو اوه هذا سكن نادر شباب. لا 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 لا, لا شباب الصراحة حتى موجود. لا لا شوفوا الباقات الموجودة شباب يعني عن جد واو. عن جد واو شباب. لازم نشوف مع بعض. شوفوا شباب الباقات ال لا 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 شباب عن جد شيء غريب عجيب شباب. انا الصراحة متفاجئ هون الصراحة. خلينا ندخل هون نشوف في اشياء كمان. لا عن جد شباب كل شيء موجود يعني حتى اشياء نادرة. النادرة موجودة هون شباب. الأشياء النادرة موجودة هون. والله واو واو واو. أنا صراحة متفاجئ شباب متفاجئ. ما كنت متوقع إنه أدخل وأشوف أشياء هيك نادرة لهالدرجة. طب ماشي حبايبي. بالنسبة للشخصية كريستيانو خلينا نشوف في صوت تويت ألوك. موجودة فقط بس ولا موجودة فقط بهذا الصندوق.
بحثت عليها. طبعا هون موجود شباب كتير من الشخصيات الأسطورية كمان. خلينا نضرب شباب، نحاول نشوف حظنا، نضرب كمان يطلعنا كريستيانو ام لا. Let's go. يلا وينه؟ ابلع. ليش ما بيمشي؟ يلا يا ول. اوكي معلق معلق شباب معلق. ليش هيك معلق؟ اوكي ثواني ابلع. قل لي اوبا شخصية يا زلمة بديش. اوبا قل لي جوزيف. اوه هاي الباقة طلعت لي والله حلو. ثواني شوي يا اخي، بدنا شخصيتك. اوه حتى فيه سكنات يعني. لا هذا الصندوق عن جد شيء واو. خلينا نفتح. اوه كل الشخصيات يا اخي، كل الشخصيات شباب عم يطلع يعني، يعني كل الشخصيات شباب. ان شاء الله اول ما ينزل كريستيانو اوكي راح نحاول نجيبه في الحساب شباب ان شاء الله. تمام بما انه ما طلعنا هون ما في غير مكان يكفي تقريبا. ايش عندنا؟ نخلص الجوار كلياتهم. خلص خلينا نشوف شباب، نشوف شيء اللي جبناه. لازم نروح هلا الان ونشوف الاشياء اللي جبناها حبايبي. طبعا شباب جبنا كتير سكنات اسطوريه. شوفوا الباقات، شوفوا الاشياء اللي جبناها شباب. شوفوا شوفوا معي، شوفوا معي، شوفوا معي حبايبي. شايفين يعني من اقوى واجمل سكنات شباب واندر السكنات شباب. يعني شيء حلو شباب هذا السكين، هذا الاسطوري هذا مثل ما انتم شايفين. عن جد هذا سكين عن جد كتير كتير حلو شباب. متحمس كتير لما ينزل شباب، حابب اجرب هيك مع الساكورا وكل شيء. طبعا ما موجود هون الساكورا شباب، انت علي. عن جد شيء اسطوري السكنات هذول، شيء اسطوري يا شباب. عن جد عن جد شيء شيء مركز شيء لوز لوز. خلينا ندخل ندخل نشوف الصناديق اللي جبناهم. خلينا نجرب نشوف حظنا. سبع ايام هذول بيض هذول. طبعا شباب هالمره ما جبنا كتير اسلحه شباب، جبنا كتير سكنات بس. اوكي بس ان شاء الله رح نعمل اجزاء تانية ونحاول نفتح فيها الباكجات شباب، باكجات الأسلحة. أوكي طبعا هون ماشي، جبنا السكار ماشي. نفتح هذا فالكو. أوه طلع لي اللص، طلع لي. أوه والله طلع لي المرافقين جداد. هذا شوف هاي كمان، قل لي. أوه شخصية جديدة، شخصيات يعني شباب والله شيء أسطوري. أوبا هاي الحزبة ولا كريستيانو هاي؟ أما حسيت على الحزمة شباب، حسيت على حزمة كريستيانو. لوز والله حلو حلو حلو. لوز 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 معلش معلش. شايفين هدول كله بطاقات وما أعرف شو يعني شباب. يعني جبت شخصيات أسطورية بهذا البلع حساب بصراحة. يعني هاي حزمة كريستيانو. لا والله كريستيانو نفسه باقته نفسه. والله حسيت على كريستيانو شباب. كفو لوز ثواني. والله حصل على الشخصيه شباب والله بنفس الوقت يعني كمان. والله كفو خير طوروا ليفل ماكس، لازم طوروا ليفل ماكس ثواني. ترقيه طور كريستيانو ليفل ماكس. ابلع ابلع يا معلم ابلع. وهي كريستيانو شباب طورنا ليفل ماكس. اوكي شو باقي هون؟ هون باقي شباب كمان نفس الوقت. راح نشوف الاشياء ثواني، نقدر نطوره والله. هذا شو لا لازم نطور كمان الشخصيات الثانيه شباب على الواقع. هنشوف شباب نعمل الجزء الثاني شباب ونكمل بهذه السلسله تبعت السيرفر الاوروبي. اوكي ماشي حبايبي حبايبي كرام، عن جد شيء اسطوري، اشياء اسطوريه شباب. حصلنا على سكنات اسطوريه. هنشوف هي في باقي وحده، هي نضربها شباب. يعني هون حصلنا على السكار في 19. اوكي شباب يعني واو عن جد واو 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 شيء لوز اللوز واو واو واو. اوكي حبايبي الكرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع شباب. عن جد انا متفاجئ كثير بهالاشياء الموجوده كانت بهذا. اوكي في واحده ما بعرف برسل لي كمان ما بعرف. اوكي anyway حبايبي اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس حبايبي، وشاهدوا مقطع مع فيديوهات جديده شباب حبايبي. بطلب من كل اسطوره مش مشترك بالقناه يشترك حبايبي ويفعل زر الجرس تمام، ويحطونا تحت بالتعليقات شباب تعليقاتكم، اعطونا رايكم بهذا المقطع والاشياء اللي شفتوها معي، وخلينا نتناقش حبايبي ونشوف التعليقات. اوكي شباب بشوفكم على خير، الى اللقاء. تشاو تشاو باي باي. ايام بعديه تهلاو في روحكم، الله ربي يجمعنا في ساعه تاع فرحه وخير. بونس واي ناغي. Hehehe